ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها؟ ألم نرى جمال نخلها؟ ألم نبكي يوما لفرحها وحزنها؟ ولكن نحبها وكل يوم نحبها. بارشيا تونس. منتخب تونس لكرة القدم هو المنتخب الوطني الذي يمثل الجمهورية التونسية، وكانت مباراته الأولى في 2 يونيو 1957 ضد منتخب ليبيا، وقد انتهت بفوز تونس بنتيجة 4-2. وكان المنتخب التونسي منتخباً عضواً في الاتحاد الدولي لكرة القدم دولياً والاتحاد الأفريقي لكرة القدم قارياً. يشرف على المنتخب التونسي في تدريبه جلال القادري بصحبة مساعدي علي بومنيجل وسليم بن عاشور. منذ 30 يناير 2022 لقب المنتخب باسم نسور قرطاج، أما ألوان الفريق حمراء وبيضاء مماثلة لألوان علم تونس، ورمزه عقاب الرخمة. منذ عام 2001 يلعب المنتخب التونسي على أرضية الملعب الأولمبي رادس، ويقع في مدينة رادس المودو في جنوب عاصمة تونس، وتتسع مدرجاته المغطاة لحوالي 60,000 متفرج. شارك المنتخب في 6 نسخ من بطولة كأس العالم والثانية على التوالي إلى الآن، وله 20 مشاركة في كأس الأمم الأفريقية و4 لبطولة الألعاب الأولمبية الصيفية. صنع المنتخب التونسي تاريخا في بطولة كأس العالم 1978 في الأرجنتين، فكان أول فريق أفريقي وعربي يفوز في إحدى مباريات كأس العالم بفوزه على المكسيك بنتيجة 3-1 في أولى مباريات تونس في كأس العالم، وتعادلا مع ألمانيا، وقد أدى ذلك لزيادة مقعد ثاني لأفريقيا في كأس العالم. كما تأهل المنتخب منذ ذلك الحين ل3 بطولات متتالية في الأعوام 1998 بفرنسا، و2022 في كوريا الجنوبية واليابان، و2006 قبل العودة إلى نسخة 2018 في روسيا. لم تصل تونس في الترشح للدور الثاني من بطولة كأس العالم حتى وقتنا هذا، ويتنافس منتخب تونس لكرة القدم مع فرق اتحاد شمال أفريقيا مثل مصر والمغرب والجزائر وليبيا، ومن خلال المباريات التي تقابلوا فيها سواء تصفيات أو كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية، فتعد تونس أحد أنجح المنتخبات الوطنية في المسابقات الأفريقية. فقد حصل المنتخب على كأس الأمم الأفريقية على أرضه في 2004، كما جاءت قرعة دور المجموعات بمنتخب تونس فوضعته في منافسة سهلة مع منتخبات موريتانيا وغينيا الاستوائية وزامبيا. أما عن قرعة الدور الحاسم فقد وضعت منتخب نسور قرطاج في مواجهة في المتناول مع منتخب مالي، وهو منتخب يفتقد لخبرة المباريات الحاسمة في تصفيات المونديال، كما أنها جنبته اللعب ضد منتخبات قوية مثل مصر والكاميرون وغانا. والآن حسم منتخب تونس بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بعد فوزه على مالي بنتيجة 2-1 في مجموعة مباريات الذهاب والإياب للدور الحاسم من التصفيات الأفريقية لكأس العالم. والآن نتساءل، هل سيكسر المنتخب الوطني التونسي سوء حظه ويتأهل للدور الثاني في كأس العالم، أم سيخرج كعادته من دور المجموعات؟